انا عندي مشكله بالاغاني اللي قاعد تنزل بالجديد هسه، بغض النظر عن الالحان المتشابهه والاصوات اللي لما اسمعها احس نفس المغني وبيطلع غير واحد جديد، بغض النظر عن كميه المغنيين الهوايه، وهذا شيء اعتبره ايجابي مو سيء انك تحيي ثقافه الغناء والطرب، وبغض النظر عن الكليبات اللي لو كوبي من غير كليبات اجنبيه وعربيه او صوره مالتها مو نظيفه وتعبانه والحركات مال نقلات الكاميرا مو لطيفه، بعد ايش ظل شنو؟ وبغض النظر عن قصه الحب المستهلكه دائما اللي قاعد تطلع بالكليبات، وبغض النظر عن الموديلات مال الملابس اللي تضحك، وبغض النظر عن البنات اللي يطلعن يرقصن وهن ما يعرفن يرقصن، وبغض النظر عن السموك اللي موجود بكل الكليبات، وبغض النظر عن السلو موشن اللي موجود بكل الكليبات، وبغض النظر عن المغنين اللي كلهم يغنون على البطيء بس هم اللي يغنون على السريع، وبغض النظر عن الاغاني اللي كلها لو ملحنها نور الزين لو مغنيها نور الزين، هذني كلهم اشياء ممكن تتعالج وطبيعي تصير بكل مكان بالعالم كذب نور الزين بس موجود يمنا. انا مشكلتي مع الكلام اللي قاعد يتغنى، مع كل حبي واحترامي واعتزازي بالمغنيين اللي هواية منهم يغنون الكلام وما فاهمين بكل أسف، أكو مشكلة كبيرة تصير من خلال الغناء وهي زرع ثقافة العنف لدى المستمع أو المشاهد للأغنية، وهاي الثقافة مو شي هين، إنك تخلي شاب يتبنى ثقافة عنفية بسبب كلام قال المغني المفضل مالته. وبالمناسبة الأشخاص المؤثرين أو الإنفلونسرز سواء كانوا مغنيين إعلاميين نجوم مجتمع مشاهير سوشيال ميديا ممثلين إلخ أي إنسان مشهور شوية وعنده جمهور يتحملون مسؤولية كبيرة أمام ناسهم، لأن مال كلمة صغيرة يحكيها أو تصرف بسيط يسويه ما ينتبه عليه يغير حياة شاب بعد بداية حياته، لأن هذا الشاب متأثر بطريقة حياة نجمة المفضل. كيف لو كان كلام يحكي ويغني يعني مقتنع به راح يصير شبه دستور عند هذا الشاب. يعني لما شاب بسيط يسمع الكلام الآتي: أدق طبول للعركة وأهز حيل ذولا وياما ندقوا مخابيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ش راح تتبنى عنده ثقافة التسامح والرأفة؟ راح يصير عنيف، راح يقوم بس يريد يغني هاي الأغنية بموقف على أرض الواقع. يعني لما يصير سوء تفاهم ويا واحد آخر راح تجيب باله أغنية مخابيل ويتصرف على أساسها لو تجيب باله شعر يا صديقة. أنا استغربت لما شفت بنات يسمعون هاي الأغنية، هي هاي الأغنية أصلاً شلون تستمتع بها البنية؟ هذا الكائن الرقيق والحساس اللي يجبرك تشوف فيلم نوتبوك 11 مرة حتى تتعلم منه أشياء رومانسية، وبعدنا من نريد نطلعها طلع رومانسية وديها المطعم مال كباب وقوزي. هذا الكائن اللطيف الرقيق شلون استمتع بكلام أغنية تقول والشارع اليوم نقطعه؟ شنو نوع الرومانسية والأحاسيس وال 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 وال, وال, وال بقطع شارع وإحنا مخابيل؟ أوكي أتفق الأغاني هاي لحنها حلو يرقص ويونس المستمع، لكن الكلام هذا دا يدخل للعقل الباطن للإنسان بدون ما يحس، وتبدي تنبني شخصيات البشر بسبب كلام ما يعرف منين سمعه أصلاً ضال بعقل الباطن. طبعا عقل الباطن مو هنا يعني هو بالعقل هو بس ما فهم بالضبط. هسه تفهم انه اكو نوع اغاني مخصصة للحروب وهي من انواع التحفيز للقتال ضد العدو، وهي من الاشياء الموجهة مثل طقت والما طقت ولو هي ما عرفنا طقت ولا لحد الان، او اغنية بوياي انا عراقية، اغاني حماسية يعني شمس المصلاوي لابسة عسكري وحاط طريق وشال مسدس دتقاتل. بس هذني الاغاني اللي حكينا عليها هسه اللي هي تحرض على العنف بدون اي سبب وماكو اي مناسبة عاطفية او حربية او حتى هذني الاغاني محيرات، لهن عاطفيات لهن رومانسيات لهن حربيات، تحسها واقعة بالمكان الغلط. اكو اغنية تقول والرايد يدق وياي انعل صفحة ابو الجابة. مبدئيا اذا سين من الناس سوى شيء غلط ويا صاد من الناس، فسين من الناس يتحمل المسؤولية مال غلط تجاه صاد من الناس، صفحة ابو الجاب مال سين الناس ما له علاقة بالموضوع. اذا انا غلطان وياك فانا يتحمل نتيجة افعالي مو ابويا. وثاني شيء ليش هذا الكم من التهديد بالاغنية؟ ليش اكو كم هائل من النواقيص بالحياة واللي يحتاجون كمية هائلة من الاغاني حتى يحاسبون هم الناس اللي هم مو نواقيص واللي هم غالبا ما يكونون اثنين ضلوع وهادين على النواقيص وراح يقومون لهم بالواجب. اكو اغنية تقول لعيونك اطق بالفوس يم رجلك تطيح الروس هدوا عيب ما تلام. يعني تحس هاي الاغنية مكتوبة لمسلسل Game of Thrones بها كمية روس مطشرة بالقاع، يعني يم رجل صديق الكاتب لا تعد ولا تحصى. نفس المغني ونبقى ضمن دائرة قطع اعضاء الجسد في اغنية اخرى يقول اظل استغفر الله واقطع الايد. يعني شنو انا اريد القى هذول الضلوع اللي محتاجين هذا النوع من الاغاني وينهم؟ ليش يريدون يسقطون الكوكب لان هم اصدقاء؟ ما لنا ذنب والله يا اخي. اوكي تعارك وياي تفاهم وياي تحاور وياي بس ما يحتاج تقطع اشياء من ما يحتاج والله عادي يعني. عندك خلاف وياي نتفاهم نروح محكمه مثلا، ليش الا رؤوس ورجلينات وايدينات؟ ما تحس الموضوع بشويه داعشي؟
هذا النوع من الكلام يخلي الناس تستسهل العنف وتعتبره شيء إيجابي وسباعية، بينما إحنا كل زين متفقين على أن العنف بالتعامل ويا أي مشكلة هو طريق اللي تفكيرهم محدود واللي مغطاي عيونهم واللي ما يشوفون زين، وطريق الجبناء اللي يخافون مواجهة مشاكلهم بعقلانية. وإذا صار العنف شيء سهل عند الناس، فيعني المجتمع بدأ يرجع لي ورا. فأعزائي الشعراء، تتحملون مسؤولية كبيرة أمام المجتمع، أرجو أن تأخذون الموضوع بجدية مو شقة. القضية مو قضية أرقام فقط، على كيفكم ويا الناس، وانشروا من خلال وسائلكم هذه الجميلة والرقيقة والرائعة ثقافة السلام. ازرعوا بداخلهم حب الحياة، لأنه إحنا متفقين على أنه لما نحب الحياة راح نتقدم، لما نريد نقطع أشياء راح نرجع لي ورا. كل عام وانتم بخير، نعد عليكم بالصحة والسلامة وتحقيق الأماني، والما متزوج يتزوج، والما متخرج يتخرج، واللي يريد شغل يلقاه، واللي يريد يبطل من شغله يبقى بيه،